نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. تغطيتنا لهذا اليوم حول استعدادات أهالي مدينة الموصل لاستقبال شهر محرم الحرام، شهر الأحزان، مع بداية كل عام هجري تتجدد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه الكرام الذين سطروا أروع البطولات وأنبل المواقف على كل الصعد. وتشهد الموصل العديد من الأنشطة والاستعدادات لاستقبال شهر الأحزان وشهر الآلام والتضحية والفداء، شهر محرم الحرام، فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. عشق حر ولد الكبير بلحد وابو اليمه المدد ايده يلا سجل يا داري ساعدني احنا محنة الإحقة اللي ينجرح من ربعنا كافل بصفة يحب كافل بصفها اللي ينجرح من زلمنا اي محنة الإحقة اللي ينجرح من ربعنا كافل بصفة يحب كافل ما تعدهم هم يلقى النار باكر تحرقه. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نعزي صاحب الأمر والزمان ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجليل. طبعا سهل نينوى أو محافظة نينوى بصورة عامة سنويا يقيمون مراسيم، أول مراسيم تبديل الراية الحسينية اللي هو في مقام إمام زين العابدين وفي بعض المناطق اللي في سهل نينوى وفي محافظة نينوى. ويوميا هناك مع المجالس عزاء في كل سهل محافظة نينوى، قسم يقسمون في القرى التابعة لسهل نينوى وقسم في قضاء تلافر وقسم في سنجار. والمصيبة اللي تكون يوم عاشر المحرم هناك مسيرات متوجهة من العوائل إلى كل المقامات اللي متواجدة في كل منطقة، مثلا هنا في مقام إمام زين العابدين يكون هناك زوار متوافين عليه من كل الطوائف ومن كل الشخصيات، حتى هناك من أخوة المسيحيين والأخوة السنة في داخل الموصل يقيمون مجالس عزاء ويقومون بتوزيع الوجبات الطعام وهكذا على الزوار. نعم، أبرز الممارسات اللي تعملون شنو؟ أكو هناك ممارسات عدة، من ضمن أكو لجان خاصة اللي تتكفل بكل مجموعة، يعني تقوم بأنه فرد ترتيب خاص، مثلا ضرب الزناجير أكو عندنا، وبعد هذا الأمور يعني اللي يصير بالتمثيليات أكو. نحن سنويا نقومون هناك تمثيلية عن الواقعة، تمثيلية صغيرة عن واقعة الطف تكون هنا في مقام إمام زين العابدين عليه السلام في قلية علي رشد. بالنسبة للبيوت والمنازل، ما هي أبرز الاستعدادات لهذه أيضا؟ في البيوت والمنازل خاصة إذا كان على طريق المشايا هناك دائما يكونون فاتحين أبوابهم للزوار، يعني اللي على الطريق اللي يستعملون الصحيات اللي تقديم الوجبة أكل، تقديم الطعام، تقديم الأشخاص، إن إحنا في جو حار، تقديم الماء والشراب والمشروبات الأسم الماء. يعني هل يتحول خاصة مناطق سهلينة وتلعفر سنجار إلى أيضا حسب مقولة كل أرض كربلاء وكل يوم؟ نعم هناك أنا واحد من الناس اللي يعني حاليا يجون خطباء منها للجنوب، يعني من جو افتروا خاصة بمناسبة الأربعين والعاشوراء قالوا هاي كربلاء مصغر، يعني كأنما هو عايمش بكربلاء ورايح لزيارة الحسين سلام الله بين على طريق نجف وكربلاء. يعني بالنسبة للأعلام أين توضع وأين تبدأ؟ أعلام صورة عامة توضع على جميع الأعمدة اللي متوفرة في سهل نينوى، يعني مثلا من سيطرات الأعمدة طبعا من إنارة إضافة إلى الأعمدة الكهربائية في المناطق، وكل بيت تقريبا كل بيت يضع علم او رايه او رايتين فوق داره فوق سطح داره. ماستر هذه طبعا هو حسين سلام الله عليه
الحسين هو سر إلهي، أنه يجب أن يكون هناك سنويا مجالس عزاء تتجدد على مصابه سلام الله عليه وآله. وابو الشاعر الاستاذ الموفق علي عباس الربيعاوي. اللي يحب مشكلته وحده شوف بس اللي يحبه، والعدد ما شفنا منهم بالعشق بس شفنا قلبه بالعشق بس. للموت احنا اجينا يعني نعرف شنه داربه، وبرغم قلة عددنا كل شي بالدنيا نقلبه كل شي بالدنيا. والله ما جينا على جنة ولا مقامات ولا خلود ولا مصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله وجونا وجوركم بهذه الذكرى الأليمة واستشهاد أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. الوقف الشيعي في كل سنة في مثل هذه الأيام، والقلوب الفاجعة والنفوس المحزنة تستقبل هذا الشهر الكريم طامعة برضا الله سبحانه وتعالى ورضا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته الكرام الطاهرين المطهرين. الوقف الشيعي أكملت كافة رسالاتها وفي جميع المقامات الشريفة من تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بالزيارة العاشورائية التي تعتبر زيارة مليونية بالنسبة لنا، فكملت استعداداتها من تنظيم المواكب الحسينية وكذلك تهيئة كل الأمور الأخرى الأمور اللوجستية والخدمية الخاصة بالتنسيق مع كافة الدوائر الخدمية والأمنية في المحافظة. وضمن أهم هذه الاستعدادات هو إقامة شعائر استبدال الراية الحسينية في هذا المقام الشريف مقام الإمام زين العابدين عليه السلام إذانا بقدوم شهر محرم الحرم. أيضا استعداداتكم الأخرى في المقامات الأخرى خلال وضع الإعلام وكذلك وضع السواد في على الجدران. طبعا في كل المقامات الشريفة السواد منتشر في كافة المقامات الشريفة إبرازا لمظاهر الحزن والأسى الذي ألح على أهل بيت رسول الله والحسين عليه السلام. فجميع المحبون في هذه المناطق هم على استعداد كامل لتهيئة لهذه المراسم، وذلك يكون الحسين عبرة وعبرة في كل زمان ومكان. فكل العبر والعبرة يلتحقتها، فنكون إن شاء الله في ركب الإمام الحسين ونكون من أنصار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كيف ترى وقال أيضا الأهالي لهذه المقامات وكذلك استجابتهم لهذه شهر الحزن؟ لا يخفى عليك هناك تعاون مستمر كامل من قبل كافة الزوار والتزامهم بكافة التعليمات الموجهة لهم، وهناك إقبال واسع على جميع المقامات الشريفة في أيام عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين أيضا. كيف تجد يعني هل المقامات مستعدة لإقبال الزوار ومن خلال يعني خاصة في أداء المراسيل؟ طبعا عملنا جهد الإمكان وتوفرت كافة الأجواء المناسبة لاستقبال الزائرين الكرام، وكما تعلم أن المقامات جميعها تعرضت للتدمير الكامل من قبل العصابة داعش الإجرامية. وخامس العابدين كان ضمن الخطط الحالية تقومنا بإعماره، هناك مرحلة ثانية لإعمار المقام الشريف. أيضا بقية المقام هناك خطة متكاملة لديوان الوقف الشيعي ومديتها بالتنسيق مع كافة الجهات الممولة سواء في بغداد، لتكون المقامات الشريفة على كافة الاستعداد لاستقبال الزوار الكرام. نعم، هذه الاستقبال وهذه التحضيرات كل ذلك على ماذا يدل؟ يدل على مدى تمسك الناس ومدى تمسكنا نحن بمبادئ وأهداف الثورة الحسينية التي خرج منها الإمام الحسين حينما قال: خرجت لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجميع المحبين هم جزء من هذه الأهداف وهذه الثورة الحسينية، محبتهم للإمام الحسين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك محاربة الظالمين ومحاربة الظلم في كل زمان ومكان. نلاحظ الأطفال وكذلك كبار السن كلهم يستعدون لهذه الشهر. طبعا الأطفال والرجال والنساء كلهم في حب كامل للإمام الحسين. الأطفال يبكون على الحسين، لا يبكون بدموع فقط ولكن يبكون بقلوبهم، قلوبهم مع أبا عبد الله الحسين.
كل المناطق يعلمون أبنائهم ونسائهم على التخيد بأهداف الثورة الحسينية التي هي منبع أساس من تكملة الدين الإسلامي. فلولا الحسيني عليه السلام لما بقي الإسلام وجود، على قول رسول الله الإسلام حسيني الوجود. فأطفالنا ونساؤنا الكافة متخيدين، خصوصا أثناء الزيارة الأربعينية، خصوصا أطفالنا، الجميع يربي أطفاله على حب الحسين وعلى التمسك بمبادئ الحسين أيضا. يلا سجل يا تاريخ الملاحم زين، فرصة تفوق وما تجي، فرصة هاي رفع ايدك فرصة ويا الحسين. سجل يا تاريخ الملاحم زين، فرصة تفوق وما تجي. 70,000 السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس، السلام على أم المصائب والرزائن زينب سلام الله عليها. نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحرار في العالم بذكرى حلول شهر المصيبة، شهر الحزن، شهر محرم الحرام. وبداية، كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مر الزمان ذكراه يتجدد. سيبقى ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام خالدة ما بقي الليل والنهار، لأنها ثورة إصلاح ضد الظلم والفساد. وكالمعتاد في كل سنة في بداية، قبل بداية شهر محرم الحرام، نبدأ الاستعدادات لهذا الشهر الفضيل، شهر الحزن، بتحضير المجالس الحسينية من المساجد ومن الحسينيات ومن المآتم، سواء كان نساء ورجالا، برفع العلام على البيوت و السواد، الوشاح السواد في داخل المساجد والحسينيات، وكذلك البدء بالتحضيرات مثلا ما نحتاجه في داخل هذه المآتم من الخطباء ومن الرواديد ومن القراء ومن الخدم، وكذلك الدعم اللوجستي من الأكل والشرب. نعم، هذه الحسينيات والجوامع اللي تقام في القرى والمراكز المحافظة وكذلك النواحي، هل كلها يعني تبدأ، بماذا تبدأ أو كيف تكون الشعائر هذه المراسلين؟ تبدأ هذه الشعائر بداية خاصة في المنطقة السهل نينوى، خلينا نقول في الأكثر شيء يكون المآتم في الليل، يكون بدءا من الليلة الأولى من شهر محرم الحرام وانتهاء بليلة 13، ليلة الذي يدفن فيها الأجساد الطاهرة، من حضور الجمهور في هذه المساجد وهذه الحسينيات وهذه المآتم، وكذلك حضور مثلا الخطباء والرواديد لإقامة هذه الشعائر الحسينية، الذي طالما بقي هذه الثورة سوف نقيم هذه المآتم إن شاء الله. نعم،
هل القصائد يكون مثلا قصائد شبكية أم كما معلوم بأن هذه المنطقة شبكية وتركمانية، وكيف تكون هذه المراسيم؟ المعلوم أن أكثر القصائد التي تلقى يعني الرواديد يكون قصائد باللغة العربية، وكذلك عندنا في اللغة الشبكية عندنا رواديد والرواديد على مستوى في هذه، وحتى قبل شهر محرم كان هناك عندنا أحد المسابقات بين الرواديد الشبكية وحصل عليها الأخ أحمد حيدر من قرية منارة الشبك المرتبة الثانية، والأخ سيد إحسان بالمرتبة الثالثة بالكلمات الشبكية. وهناك أيضا في المناطق التركمانية أيضا هناك قصائد تركمانية بلغتهم. نعم، المجالس تبدأ من الصباح أم بالمساء يعني في خاصة في هذه القرى؟ المعتاد في منطقة سهل نينوى يبدأ المجالس الحسينية بعد صلاة العشاء أي بالليل، وتكون مدة أقصى تقريبا ما يقارب من ساعة إلى ساعتين بعد إلقاء الخطيب أو قراءة القرآن والخطيب، ثم الرادود أو والنعي، وكذلك توزيع الثواب على ثواب الإمام الحسين عليه السلام. هل كل الأطياف والمكونات يشاركون في هذه المآتم، وخاصة كما هو معلوم بأن الموصل تضم مختلف الأقليات والمكونات؟ نعم، يحضر عندنا في المجالس، عندنا في قرية منارة الشبك وفي القرى الأطراف في سهل نينوى يحضر أخواننا من أبناء السنة في الموصل، يحضرون معنا إخوتنا المسيحيين يحضرون معنا، وحتى يحضرون معنا في المشاية يوم العاشوراء، نمشي من ناحية برطلة إلى مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في قرية عالي رش، يحضر معنا الأخوة المسيحيون والأخوة، حتى عندي أصدقاء من الكرد يحضرون معنا، والأخوة العرب السنة يحضرون معنا، وباقي الأطياف وأصدقاء أيضا يحضرون معنا ويشاركون يكوننا حتى في الثواب وفي توزيع الثواب. نعم. نعم، مجالس العزاء المقام هنا وكذلك الحسينيات من خلال الخطباء والرواديد، وكذلك كما ذكرنا حضور بعض الرواديد حتى من خارج محافظة نينوى إلى مدينة الموصل. بماذا تمتاز هذه المنطقة خاصة سهل نينوى، لها خصوصية خاصة من خلال إقامة هذه الشعائر؟ نعم، يحضرون دائما يأتون الخطباء في نجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة وحتى في بغداد، في مدينة البغداد يحضرون إلينا. هذه المنطقة له خصوصية باعتبار أنها منطقة شيعية بعيدة عن المحافظات الجنوبية، وكذلك يكون لها ميزة أنها دائما يقيم هذه الشعائر حتى في أوقات مثلا قبل أحداث داعش كنا نقيم هذه المآتم في أوقات الخوف، وكنا نقيم هذه المجالس. نعم، هل أثر عليكم داعش وكذلك تنظيم قاعدة في وقته وحاليا على هذه المآتم؟ حقيقة كان له تأثير بمثلا بمنعنا في المناطق التي غير الآمنة، أما المناطق الآمنة لا، في كنا نقيم هذه المآتم، لكن في داخل مدينة الموصل والأطراف قريبة عن مدينة الموصل حقيقة ما كنا نقيم هذه المآتم. أبرز مراسيم اللي تقام خاصة قبل يعني شهر محرم الحرام من خلال وضع الأعلام وكذلك مثلا تشيع مثلا وضع السواد في الطرق وكذلك امام البيوت، هذه ابرز ماذا يعني تعملون؟ اولا قبل بدايه شهر محرم الاستعدادات لهذا الشهر الحزن، شهر سيد الشهداء عبد الله الحسين، حقيقه كل التحضيرات التي نحتاجها في المآتم نحضرها من أعلام، من لافتات، ومن الأعمال الشغلات الأخرى التي نحتاجها نحضرها قبل أيام شهر المحرم إلى يوم ليلة العاشر من محرم، ويوم العاشر من محرم يكون المواكب تسير إلى مقام الإمام زين العابدين عليه السلام، موكب تلو موكب والناس تمشي، والمواكب التوزيع الثواب في الطريق موجودة بكل أشكالها، ويكون لها استعدادات قوية لتقديم جميع الأكل وجميع الخدمات وجميع كل شيء ما يحتاجه الزائر في طريق إلى سيد الشهداء، طريق الأحرار، طريق من ناحية برطلة مرورا بقرية منار الشبك إلى قرية علي رش حيث مقام الإمام زين العابدين عليه السلام. نعم، ذكرت بأنه المواكب يوم العاشر تسير في هذه الطريق،
يعني نعرف أن هذه المواكب اللي تقام وكذلك المجالس الحسينية يقتصر فقط على المواعظ والخطباء في داخل الحسينيات والجوامع؟ لا، بالإضافة إلى ذلك حتى في الطرق لدينا هناك مثلا هناك من موكب تصحيح سورة الفاتحة مثلا، وهناك مثلا موكب آخر للمواعظ مثلا للخطباء أو العلماء للمسائل الفقهية، وكذلك هناك مواعظ مثلا لإقامة الصلاة في وقتها في صلاة الظهر مثلا. يعني قبل شهر، يعني قبل يوم العاشر من محرم، هذه المواكب اللي تقام والمجالس الحسينية في القرى والمناطق الأخرى هل تقتصر فقط على المحاضرات الدينية؟ لا يوجد هناك مثلا مواكب للمشي أو مثلا زنجير أو ما إلى ذلك؟ هناك طبعا هناك مواكب فيها مثلا موكب لللطم وموكب للزناجير وكل اللي نحتاجها في يوم العاشوراء لإداء المراسيم العاشورائية، فنعملها أيام من ابتداء من ليلة الأول محرم إلى ليلة العاشر من محرم في جميع أشكالها. نعم، هل هناك أماكن محددة ما عدا يعني مناطق أخرى ما عدا الإمام مقام اليوم زين العابدين يكون هناك فيه تحضيرات؟ نعم، هناك مقام الإمام الرضا عليه السلام في أحد القرى القريبة علينا، وهناك مقام الإمام العباس عليه السلام، وكل القرى في منطقة سيلنا وبالأخص قرية منار الشبك لدينا تقريبا ما يقارب أكثر من 20 مأتم حسيني، أكثر من 20 مأتم حسيني بين رجال ونساء. في النينوى يعني حدود لا أستطيع العدد، وإنما في جميع المناطق سهل النينوى هناك مآتم حسينية من الرجال والنساء. عباس الربيعاوي اللي يحب مشكلته وحده، شوف بس اللي يحبه، والعدد ما شفنا منهم بالعشق، بس شفنا قلبه بالعشق، بس للموت احنا اجينا يعني نعرف شنه داربه، وبرغم قلة عددنا كل شي بالدنيا نقلبه، كل شي بالدنيا والله ما جينا على جنة ولا مقام. مجالس العزاء سابقا كانت قليلة جدا، ولعدم نشر الوعي الديني والعقائدي بين أفراد المجتمع، وحاليا مجالس العزاء في كل قرية شبكية الموالية لأهل البيت، وفي كل قصبة وفي كل محل أيضا هنالك كثير من مجالس العزاء ليليا في كل هذه المناطق وخاصة في سهل نينوى. نعم، كيف ترى هذه المواقف وهذه المجالس الحسينية؟ هذه المجالس الحسينية أثر الحزن، أثر الحزن على أبناء الشبك عامة،
بهذه المناسبة، المناسبة الأليمة، مناسبة عاشوراء، هاي المناسبة على أبناء الشيعة محمد وآل بيت محمد، فالمناسبة عظيمة بالنسبة لنا، ونقدر هذه المناسبة ونقدم ما كل في وسعنا أن نقدمه في هذه. كيف تستعدون لهم؟ دائما الاستعداد تكون قبل أيام عديدة وقبل أشهر، تكون هنالك الاستعداد الكافي من جلب الأكل والمشروبات الغازية، وكذلك نصب الخيام، وكذلك تنظيف الشوارع والأزقة، وتعيين المكانات المجالس، وكذلك الالتقاء بعلماء الدين والرواديد في المنطقة، وخاصة من هنالك قسم الرواديد اللي يجون في من كربلاء المقدسة ومن النجف الأشرف. مجالس هل يحضره فقط يعني قومية معينة من كل الطوائف الأديان؟ لا بالعكس، هسه حاليا كل القوميات وخاصة الأديان الأخرى، الأديان المسيحية واليزيدية، وكذلك بالنسبة لأخواننا اللي نعتبرهم أخواننا في وشراكتنا في العقيدة والدين، هم السنة والشيعة، هم مشاركون في هذه المجالس. في زمن صدام اللعين كيف كانت المجالس واليوم؟ المجالس بصراحة كانت ما موجودة في سابقا، ما موجودة، هنالك كانت مجالس سرية في داخل القسم من البيوت. حاليا بفضل القوات الأمنية وبفضل الأمن المتوفر وبفضل ما نعيشه نحن، وخاصة في العراق العظيم وفي محافظة نينوى العظيمة وفي سهل نينوى، لنا الحرية الكافية في ممارسة كل طقوسنا الدينية وشعائرنا الدينية. جفنا قلبه بالعشق بس للموت احنا اجينا، يعني نعرف شنه داربة، وبرغم قلة عددنا كل شي بالدنيا نقلبه، كل شي بالدنيا والله ما جينا على جنة ولا مقامات ولا خلود ولا مصالح واكتسابات الحب نقل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الكريمة. طبعا نحن في كل عام في محافظة نينوى يكون هناك استعداد تام لإحياء هذه الشعيرة من خلال تأمين الزيارة على كافة قاطع المسؤولية. طبعا منذ تأسيس الحشد الشعبي ولحد هذا اليوم، الحشد الشعبي طبعا يتبنى تأمين زيارات عاشوراء وأربعينية إمام الحسين عليه السلام من خلال تواجد مفارزنا بالقرب من المواكب الحسينية وعلى الطرق المؤدية إلى المزارات والمقامات الموجودة في كافة قاطع المسؤولية. نعم، أنتم حاليا كديوان 30 مع قرب أو بدء 10 محرم أو شهر محرم الحرام، خطتكم الأمنية لهذه الأماكن؟ طبعا نحن في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ولواء 30 خاصة في قاطع المسؤولية، في كل عام نضع خطة محكمة لتأمين وطبعا تأمين هذه الزيارة من حيث الأمنيات، ولحد الآن لم نضع الخطة، إن شاء الله في أوانها نضع الخطة المحكمة لتأمين هذه الزيارة. نعم، هناك كثير من المجالس العزاء وكذلك الحسينيات في القرى، أكثر من 73 قرية، وكذلك بضمنها في مركز المدينة والنواحي والأغضية هناك تواجد لأفواج أو ألوية الحشد وخاصة لواء 30. هذه الخطة هي توضع من قبل يعني بالتعاون مع الأهالي أم من قبلكم أنتم؟ طبعا ولله الحمد في كل عام، والمواكب الحسينية الموجودة في القرى والأرياف التابعة إلى سهل نينوى في ازدياد، وفي طبعا في طلب من الأهالي، نحن لواء 30 نقوم بتأمين هذه المواكب وهذه الحسينيات من جميع الأمور. نعم، هذه المواكب دائما ما تقام منذ الصباح وإلى أوقات المتأخرة من الليل، هل كلها مؤمنة؟ طبعا كل المواكب الحسينية من الصباح
إلى المساء تكون مؤمنة بالكامل من قبل قطعات الحشد الشعبي، طبعا بالتعاون مع أخواننا الموجودين من القطعات الأخرى من الجيش والشرطة الموجودين في المنطقة، مؤمنة بالكامل إن شاء الله ولا يوجد أي خلل موجود. يعني منذ أن استلمتم الملف الأمني في القاطع لحد الآن هل حدث فروقات في هذه المناطق؟ طبعا لله الحمد منذ استلامنا الملف الأمني في سهل نينوى ومحافظة نينوى لم يحدث أي خرق أمني يمس الشعائر الحسينية ولا يذكر أي خلل إن شاء الله في القاطع. لطالما الحشد الشعبي موجود الشعائر الحسينية تقام بكل على قدم وساق إن شاء الله وبكل أمن وأمان إن شاء الله. نعم، فيما يتعلق بالشعائر والمجالس الحسينية في السابق كان هناك قبل داعش وقبل نظام البائد كان هناك الجيش وكذلك السلطات والبعث يحاولون بمختلف السبل طمس هذه الشعائر. الآن نجد بالعكس الجيش والحشد الشعبي هم السباقين في هذه الاستعدادات. طبعا لا يخفى عليكم بوجود الحشد الشعبي هناك أريحية تامة من قبل الأهالي والمواطنين القائمين على هذه الشعائر في المنطقة، ولله الحمد هناك تعاون حثيث ما بين الأهالي والقوات الأمنية الماسكة للمنطقة قوات الحشد الشعبي خاصة. أنتم الحشد هل لديكم أيضا مجالس العزاء تقيمونها خلال شهر محرم الحرام؟ نعم هناك لدينا عدة مواكب تنتشر في المنطقة من قبل الحشد الشعبي، طبعا من كافة القطاعات موجودة، كافة الألوية الموجودة في محافظة نينوى ولديها مواكب على طول أيام عاشوراء إن شاء الله. نعم، رسالتك إلى الأهالي في سهل نينوى وكذلك في الموصل بالتزامن مع شهر الأحزان. طبعا رسالتي إلى أهالي نينوى وخاصة سهل نينوى التعاون الحثيث ولا يبخل بأي معلومة يجدها حتى لو كانت بسيطة بإيصالها إلى إخوانهم في الحشد الشعبي، ونحن على أتم الجهوزية للتعامل معها إن شاء الله. نعم، أيضا هل لديكم مثلا برنامج من خلال وضع الأعلام وكذلك رفع رايات الإمام الحسين خلال هذا الشهر شهر محرم الحرام؟ يوجد لدينا برنامج طبعا أعد له مسبقا تغطية جميع المناطق والطرق المؤدية إلى المقامات والحسينيات من خلال وضع الرايات واللافتات وإذانا بشهر الأحزان إن شاء الله في محافظة نينوى. ابتسامات الحب نقيضي يصير دوم ويا الثوابات أصلا الحب مقترن بس بالعذابات، يقولها أصلا الحب مقترن بس بالعذاب أصلا قليلة مرة وحدة نموت وأصلا قليلة نظل بلا تابوت ما ردنا دنيا ولا ملك طالوت ساوونا قاع وخل علينا يفوت. نعم مشاهدينا، ومع كل عام تتجدد هذه الذكرى بقيمها وأشخاصها مستذكرين بطولاتهم ونستلهم الدروس والعبر من تضحياتهم ونتعلم من هذه المدرسة معاني الوفاء والكرم وسبل الحفاظ على المقدسات والكرامات. لقد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء.
We'll be right back.